كتيرة خمسون أوي. عاما مرت ولا يزال هذا المشهد من فيلم باب الحديد أحد العلامات المميزة للسينما المصرية وسينما يوسف شاهين. 50 عاما ولا تزال شخصية قناوي محفورة في ذاكرة المصريين. قناوي أو يوسف شاهين ولد في 25 من يناير عام 1926 في مدينة الإسكندرية، وبعد إكمال دراسته سافر شاهين إلى الولايات المتحدة لدراسة المسرح، وقد عكس شاهين في أفلام له علاقته المعقدة مع الولايات المتحدة من شاب عاشق إلى مواطن عربي رافض للسياسة الأمريكية. في الآخر بقول إن الأمريكان والعرب لا يمكن هيبقى في ديالوج، لا يمكن، خلاص بقى يعني التجربه كفايه، تجربه طويله وكفايه، ومش حكايه ان مش قادر انزع حب من قلبي، لو لازم انزعه هنزعه. على مدى اكثر من نصف قرن قدم شاهين للسينما المصريه ما يزيد على 40 فيلما، كان اولها بابا امين عام 1950 واخرها فيلم هي فوضى عام 2007، والذي اثار كعاده افلام شاهين جدلا كبيرا في الاوساط الفنيه والثقافيه والسياسيه. وخلال تلك الرحلة الطويلة ترك شاهين بصمته على السينما من خلال أعمال درامية متنوعة، منها الناصر صلاح الدين، الأرض، العصفور، عودة الابن الضال، المهاجر، وعشرات الأفلام. وقد اشتهر شاهين بآرائه النقدية للأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر خلال مراحل مختلفة، فجاءت أفلامه لتعكس تاريخ مصر المعاصر من وجهة نظره. عرف شاهين أيضا بأفلام السيرة الذاتية، فأرخ قصته من خلال 4 أفلام: اسكندرية ليه، حدوتة مصرية، اسكندرية كمان وكمان، واسكندرية نيويورك. وقد حصد شاهين خلال مشواره الفني عددا من الجوائز العربية والعالمية، منها جائزة مهرجان كان عن مجمل أعماله أواخر القرن الماضي. يوسف شاهين شخصية فنية مثيرة للجدل، تخطى بأفلامه حدود مصر إلى آفاق عالمية، أثارت أعماله جدلا واسعا على مدى نصف قرن، وتنوعت إبداعاته فاختلف بشأنها النقاد تارة والجمهور تارة. لينا الغضبان، الجزيرة، القاهرة.